أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: نرجو منكم يا شيخنا توجيه نصيحة لطلاب العلم المبتدئين بأن يتركوا الرد على المخالف لأهل العلم والتفرغ للعلم الشرعي حتى يتبين لهم الحق من الباطل. هذا أنا نعم قلته وكررته، أنت ما يرد على أهل المخالفات إلا أهل العلم، يعني هم اللي يعرفون الصحيح من السقيم، ويعرفون كيف يردون والطريقة التي يردون بها، ما يرد إلا أهل العلم. أما طلبة العلم المبتدئين فعليهم أنهم يبلغون أهل العلم عن ما يلاحظون، يبلغون أهل العلم ينظرون فيه هل يستحق الرد أو لا يستحق الرد. أما هم لا يردونه ما بعد تمكنوا من العلم، عليهم أن يقبلوا على طلب العلم أولا، لكن إذا استنكروا شيئا يرفعونه لأهل العلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.